عائشة كانت خجولة كتير كتير، ما شاء الله هي شاطرة بس كتير عندها خجل. كان عبد اللطيف معه اختلاج، كان معه سحايا، حالته الصعبة كتير كانت. خبرت من الجارات على مدرسة المنتدى، سجلت للأطفال فيها، الحمد لله تم قبولنا مباشر. صارت عائشة هلأ بتحكي وبتطلع، فضل الأنسات والمرشدين والمديرة والكل هني في المدرسة كتير بيحبوها، وحاولوا يعني يتخطوا كل هالصعوبات في الأولاد، ما شاء الله عليهم صاروا أحسن. طبعاً عائشة بتعاني من خجل شديد جداً. تم التعامل مع عائشة من خلال عدة جلسات في مكتب الإرشاد النفسي وبالتنسيق مع ولي الأمر المسؤول عن عائشة. عبد اللطيف في عنده مشكلة، كان في عنده مشكلة سابقاً صحية السحايا، لحد الآن في عنده مضاعفات، بالإضافة عنده مشاكل سلوكية. مشاكل السلوكية هي العناد والعصبية. هلأ خبرونا أنه صار فيه تحسن للأفضل والفرق صار واضح، والأولاد كتير استفادوا من مدرسة المنتدى. عبد اللطيف عم بيحاول يتعلم على اللابتوب، حتى نفسيته كتير عم بترتاح وقت بيروح على المدرسة، ما شاء الله يعني أول المدرسة بيحبها عبد اللطيف. أتمنى يكملوا تعليمهم، يصيروا هيك بمرحلة يتطوروا بالعلم كتير، والحمد لله أنا فرحانة عبد اللطيف أكتر أنه تغيرت حالته، الحمد لله تخطى كتير هاي المرحلة. ومبارحة لحاله عم بيقول لي هي أول مدرسة أنا بحبها أبداً، هي أول مدرسة أنا بحبها.